كانت شيفتية وهشيشة للكوتي أو للفطور. نتمنى تجربوها بطريقتي وتنال الإعجاب ديالكم، وبقاو معايا إن شاء الله حتى نهاية الفيديو. فرجة ممتعة. وقت نقول لكم المقادير، عندي هنا جوج ديال البيضات، واحد الرشة ديال الملحة، كاس ديال السكر سنيدة، هنا كنعبروا المكونات كاملين بنفس الكاس، وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، ساشي ديال سكر الفاني، وكنخلطوا هاد المكونات جيدا حتى كينسجموا مع بعضياتهم، عاد كنديروا التتمة ديال الوصفة. هنايا كناخد واحد جوج ديال الماندارينات هكذا صغارين، وكنقطعهم بالقشره ديالهم، ما تخوفوش من المذاق ديال المروره، ما كيجيش باين نهائيا، بالعكس كتعطي المذاق مركز ديال الليمون في هذه البسبوسه، وكتجي فنه، كتجي زوينه بزاف. غجربوها بهذه الطريقه دي تعجبكم. مازال نشارك معكم واحد الكيكه كنديرها بنفس الطريقه بالليمون اللي بالقشره ديالو، حتى هي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. ان شاء الله نشاركها معكم في الايام القادمه ان شاء الله. فهنا غادي نستمر بالطحن جيدا. يمكن لكم ديروا هاد المكونات كاملين في الكاس ديال المولينكس، يعني في الخلاط الكهربائي، وكنخليهم كينطحنوا مزيان حتى ما كيبقاوش يبانوا لنا دوك الطروفه ديال التشيل اللي درنا. هنا بواحد المعلقه كنتاكد انه يعني الخليط كله انسجم. هنا بقاو لي دوك الخيوط هكذا ديال داك اللب ديال الليمون، كنحاول نزيد نطحن شويه، خص يولي عندنا واحد الخليط كريمي وما يبقاش داك الماد داك الطريفه ديال الليمون نهائيا، ما خصو. هنا من بعد ما نسجم الخليط كنضيف زلافه عامره ديال السميد الرقيق، السميده ديال الحرشه المعروفه عندنا، وكنضيف عليها جوج خميرات ديال الحلوه، صافي. وكنخلط هاد المكونات هادو غير بالضرب اليدوي عادي اولا بشي سباتيل، كنخلط حتى كينسجم هاد الخليط مع المكونات، وصافي. وها البسبوسه ديالنا واجده. هنا كنكون وجدت واحد الاناء اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالسميده، وكان نخوي داك الخليط اللي صاوبت معكم تاع البسبوسه، كنكون شاعله الفران على درجه حراره 170 درجه، وكندخلوها للفران، كنشعلو من الفوق لتحت مباشره، يعني كطيب الفوق لتحت دقه واحده حتى كتحمر وكطيب مزيان، عاد كنقدموها ان شاء الله. دابا غادي ندوز باش نصاوبو السيرو اللي غنسقيو به هاد البسبوسه هادي.
بالنسبة للمقطع ديال السيرو ما صورتوش، ولكن راه واضح يعني كنديرو السكر والماء على حسب الكمية اللي بغينا، هكا البسبوسة تجي فازقة بزاف او لا غير شوية، وكندير معاهم انا القشرة ديال الليمون كتعطي اللون وكتعطي حتى المذاق زوين في داك السيرو. صافي كيعجبني انا السيرو يجي تقيل شوية، ما كنبغيش خفيف بزاف باش هكا ما كيفزكش هذيك البسبوسة، وكنخليه جانبا حتى كنسكرو بيه البسبوسة اللي في الفران. هنا من بعد ما خرجت البسبوسه من الفران كما كتشوفوا كتجي رائعه وكتجي محمره، وداك اللون ديال الليمون كيجي زوين، فصراحه ما تردوش جربوا هذه الوصفه، هذه كتجي رائعه وانا متاكده غادي تولي معتمده عندكم، بما انه يعني كاين الوقيته ديال المندارين، فاستغلوه وجربوا الوصفات ديال هذه الفاكهه هذه اللي زوينه بزاف وصحيه. فهنايا القاعده اللي كنعرفوها انه البسبوسه خصها تكون سخونه والسيرو كيكون بارد، او لا العكس باش هكا ما كتعجنش وكتشرب هذاك السيرو كامل. وهنا كنزينوها حسب الذوق، انا عندي هنايا شويه ديال الكوك كنزينها بالكوك، يمكن لكم ديروا لها اللوز ايفيلي او لا تخليوها غير هكذا راه كتجي زوينه. فكما كتشوفوا اللون ديالها كيجي رائع بزاف، وكذلك المذاق ديالها، اللي جربتها تخليها لي في التعليق، كنكون فرحانه من كنقرا التعاليق ديالكم. وبالنسبه للبسبوسه انا مجربه معكم ثلاثه او اربعه الانواع ديال البسبوسه، درت معكم بسبوسه ديال البنت هي كتجي مذاق رائع ومذاق مختلف، ودرت معكم بسبوسه الطبقات حتى هي كتجي زوينه، بسبوسه الجزر والبرتقال كتجي رائعه. كلهم وصفات ناجحه، وكان جا نشارك معكم الوصفات اللي اللي ما تحشمنيش وكتكون ناجحه وكنكون زعما معتمدها في الدار ديالي. كنتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنضرب لكم موعد مع فيديو قادم ان شاء الله، دمتم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه، الفيديو قادم ان شاء الله.